مشاهدينا متابعينا عبر وكالة جي ميديا، نحن الآن في بلدة بورين في الأرض التي أحرقها المستوطنين قبل عدة أيام، والتي أحرق فيها عشرات أشجار الزيتون المثمرة التي أحرقها مستوطنون المستبورة الاستيطانية التي هي في أعلى قمة جبال بلدة بورين. ودائما هم يواصلون اعتداءاتهم على هذه الأرض وإحراقها بأشجار الزيتون. نلتقي بالمزارع حربي من بلدة حوارة والذي يمتلك هذه قطعة الأرض والتي أحرقها المستوطنون قبل عدة أيام. أهلا وسهلا بك عبر وكالة جي ميديا، وياريت تروينا تفاصيل الحادثة وكم عدد الأشجار التي أحرقها المستوطنون، وهاي هي أول مرة المستوطنون بيعتدوا عليك وعلى أرضك ولا شو؟ نعم، إحنا هنا راح نفرجيكم إياها. كل ما نصل ونحاول إننا نحرف أو نحاول إننا نخدم الأرض بيجموا علينا معهم مكاليع وحجاب، بصيروا يبروا علينا في حجاب. يعني السنة اللي فاتت نفدنا شوي فيها، اللي قدرنا نحرث الأرض يعني ونخدمها. السنة هاي حاولنا، بيجي التراكتور بيحاولوا يحرقوا بيهاجموا، فأشعلوا النار السنة هاي في الزيتون. حاولنا إن نطفي الزيتون، بس المشكلة إنه صار يضرب حجار، فانجبرنا إن نسحب شوي لوراء، فكبرت النار وأكلت كل الزيتون اللي قدامكم تصوروا فيه. كان في اعتداء على طواقم الدفاع المدني حسب ما فهمنا. نعم، بيعملوا على أثمان الحريق. أنا شوف عيني، ضربوا عليهم حجار وضربوا عليهم في المكاليع وما قدروش يطفوا، ما قدروش يشوفوا شغلهم، ما قدروش إنهم يخلصوا الموضوع إنه يطفوا النار. لا كبرت النار وبعدين ما قدرناش نسيطر عليها. أنت الوحيد اللي تم إحراق لك أشجار زيتون ولا في ناس مزارعين؟ في غيري طبعاً، في غيري. أنا الزيتون هان عندي حوالي 8 كلم، راح يعني في ما يقارب 70 أو 75 زيتوني. بتقدر تقول انه في من ضمنهم شيء انشعر. طبعا الزيتون اذا طبت في النار خلص راح انتهى، وبعد ما انه اثمر صار عليه حب حركوه. في عنا عشرات زيتون خربان زي هيك صار فيه لقدام، بفرجيكم كمان. وفي زيتون اللي كان ربيعه اقصر شوي كان المشعوط، بس اللي انشعط خلص راح الحب عنه نهائيا. يعني ما في، يعني السنه هاي راحت كلها هيك على الفاضي. حدا تواصل معكم من المؤسسات اللي المزارعين او بالنسبه لي ما حدا تواصل معي. انا رحت على مجلس بورين، هاي الاراضي حوض بورين ابو حنون، ها تابع لحواض بورين. رحت على المجلس، قالوا لي عمي بنسجل ونيجي بنشوف الخراب اللي صار وان شاء الله يعني، وقالوا لي بنسجل اسمك يعني، وهي بدوا عليهم بجوز بكره اسجل اسمي عندهم عشان يشوفوا الاضرار اللي صارت عندنا في الزيتون. قديش بتقدر عدد الاشجار زيتون اللي لك وللمجاورين اللي تم كثير يا عمي؟ كثير. تقدر تفر هاي المنطقه، تقدر تروح لفوق كمان، تقدر تروح عند جيراني للشقه الثانيه. يعني عندنا كميه كبيره هائله من الزيتون راحت. احنا يعني لو نتقدم شوي لفوق ممكن نشاهد الغرف المتنقله لقطاع المستوطنين، وهي قريب جدا من الارض. انت يعني يوم تيجي هان على ارضك انت بتكون مطمئن يعني من اعتداءاتهم؟ نهائي، بكون الجيش واقف فوق دائما، الجيب بتاعهم واقف دائما، الجيش حمايه لهم. والجيش بدل ما يرجعهم لما يهاجمونا بالعكس بصير يصيح علينا الجيش، فاحنا بنضطر اننا نسحب يعني، لانه في حجارهم من فوق احنا تحت، يعني كل ما يضرب حجر بيكون واصل علينا. فصارت عندنا هالمشكله عظمى ان نيجي نخدم الارض او حتى نقدر نكب فيها. انت خلال الايام عندك نيه تعاود تزرع ارضك؟ طبعا، ولا بستغنيش عنها، بستغني عن اولادي ولا عنها؟ عن اولادي بستغني، عن الارض هاي ما بستغني. واعتداءات المستوطنين دائما متواصله ومستمره من 10 سنين واكثر من 10 سنين مستمره على طول. هاي المره الثانيه أو الثالثة اللي بتنحرق فيها بالشكل هذا اللي أنت شايفه، بس ما كان أنباء، ما كان حدا كيف يعني، ما يسألوش يعني، ما يجي مثلا والله شو صار، خلص تنحرق الأرض وراحت عليها مع السلامة. طب أنا حركة السنة اللي فاتت اللي قبل السنة اللي فاتت والله حطيت عليها مبلغ كبير لناس يكنبوا اليباس عنها، تمنى ينعت شوية اخضرت شوية، ردوا كمان مرة حركوها السنة هاي بعد ما صار الحب عليها كبير. طب يعني المستوطنين يوم بيجوا بيحرقوا شجرة زيتون مثمرة، شو الهدف اللي لهم مثلا؟ الهدف انهم يطردونا من الارض، طبعا متك شايف بينزلوا قاعدين، هدفهم يبعدونا عن ارضنا، هذا الهدف تاعهم.
نعم، يعني هم هدفهم جعل الارض جرداء، جرداء مش خاليه من الاشجار حتى انه يمكن نعم بسهوله نعم الاستيلاء عليها نعم ومصادرتها. استيلاء واضح، استيلاء واضح 100%. شو يعني ما واضح يعني؟ طبعا لما انت يشوفوك في ارضك على السريع بيهاجموك، والجيش اللي بيجيبك كيف معهم ما بصد عنا وبيرجعهم او كذا، لا بالعكس هو اللي صيح اول. لسه امبارح جايين هون انا والزلمه هذا المحترم، كان الصوت علينا طالع، مزبوط ولا لا؟ صحيح. كانوا صيحوا علينا الجيش نفسهم. هسا اطلع انت جيب الجيش واقف مع حماي وتدور صرت كراب علينا يعني. نعم، بالفعل يعني هنا نرى العشرات من اشجار الزيتون المثمره والتي احرقها المستوطنين، كما ذكر هذا المزارع الذي يمتلك قطعه الارض الاستاذ حربي، وهو من بلده حواره والارض تقع في احواض بلده بورين. المستوطنون في هذه البؤره الاستيطانيه القريبه من قطعه الارض ربما يعني هي واضحه في هذا البث، هم من احرقوا هذه الاشجار المثمره. وبالمناسبه هذه ليست اول مره يتم احراق هذه الاشجار، ويعني المزارع دوما يعود الى ارضه لزراعتها من جديد، لكن سرعان ما المستوطنين يحرقونها ويشعلون النار بهذه الاشجار المثمره. يعني احنا ربما سننتقل الى مواطن اخر وشاهد عيان حول ما اذا يعني يروي تفاصيل اخرى او يضيف اي معلومات حول هذه الاعتداءات المتكرره في بلده حوار. نتعرف عليك ويا ريت اذا شو انت شفت او شو بتشاهد او شو بصير هون. اسمي كفاع عناد بني شمسه من سكان بيتا. طبعا بجي فتره مع الزلمه ابو ادهم حرب العامر على ارضه، بشوف طبعا المستوطنين بنوصل المنطقه هنا بالاغلب في وقت الاجداد او بالزيتون بينزلوا علينا من مصطمه برخايب وكلولها، بصيروا يحاشروا علينا بمكان يعني تبش بيطردونا من هاي الارض. طبعا بعديها بتدب الحرق وتوليع الاشجار، بصير انه مقصود يحرقوا هاي الارض عشان يبعدوا عن الارض، يبعدوا عن الارض نسيبها نهاجرها. طبعا ما فشروا عن نسيبها او نترك ارضنا الهم، هاي الارض إن راح نستمر فيها وحد راح نظبطها ونعيد من اول جديد زراعتها ورتبها عشان نضلنا مستمرين على ارض بيتها على الحوارة. نعم، يعني كما ذكر هو المستوطنين هم دائما يواصلون اعتداءاتهم بحق أشجار الزيتون والحجر والشجر، وحتى يعني أعمال البناء ممنوعة في هذه المنطقة، فقط المستوطنين يريدون هذه المنطقة خالية من أشجار الزيتون وجعلها مناطق جرداء حتى يسهل السيطرة عليها ويعني مصادرتها لصالح البؤر الاستيطانية المنتشرة في بلدة بورين وأيضا في منطقة جنوب نابلس. هذه الأرض تقع في أحواض بلدة بورين ويمتلكها المواطن حربي الديك من بلدة حوارة في جنوب مدينة نابلس. يعني ربما هذه شجرة زيتون أصبحت يعني بوضع احتراق كامل بفعل احراقها من قبل قطعان المستوطنين في بلدة بورين جنوب نابلس. وبالمناسبة هذه الاعتداءات هي متواصلة ومتكررة في عدة مناطق في الضفة، مسنين وأيضا نساء تم الاعتداء عليهم أيضا في إلقاء الحجارة وأيضا بالضرب. هذه الأشجار أحرقت بشكل كامل، أصبحت منطقة جرداء بفعل إحراق المستوطنين لأشجار الزيتون. وبالمناسبة يعني المواطن دائما مصر